ربنا يديكم الصحة ويبارك لكم. اللهم آمين وإياكم. أحسنتم أحسنتم أحسنتم. أبو ياسر يا ربنا يديكم الصحة. أنتوا أديتوا الأغنية دي كم مرة قبل كده؟ يعني صدقا إذا قلت لك كل ما بسمعها مرة كأني بسمعها لأول مرة. كل مرة بتحس بالمشاعر دي؟ بحس دي لأول مرة. يعني تخيل ان انت بتكلم حبيبك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي البشرية كلها متعلقة فيه، اللي ما فيش حد في مصر الا كان دمه في حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. مش انا اول واحد في مصر اللي حسته، انا كل ما ذكر سيدنا النبي تلاقي العين تدمع عندكم في مصر. بص احنا عندنا حاجة غريبة جدا، تلاقي اتنين ماسكين في بعض هيموتوا بعض. اقسم بالله هقولها لك، هيموتوا بعض. صح. يقولوا صلي على النبي. والله العظيم يروحوا هم الاثنين ساكتين وصلي على ده لمستها والله عندكم يسكت. كنت احاول اهلك والله. يعني الله يبارك لنا في مصر، ربنا يبارك فيك. بس الاغنيه دي فيها يعني دي ثلاث اربع اغاني في اغنيه واحده. في اكتر من لحن طالع نازل اختلاف. خدت وقت قد ايه علشان توصلوا لهذه الاجاده؟ وهل هو ده اللحن الاصلي ولا ده اضافتكم؟ والله اللحن ده خد معانا تقريبا 3 أشهر. قليل. 3 أشهر حتى اخترنا الجمل الموسيقية. ولو تابعني الآن الأستاذ الكبير مصطفى كريم حيشعر بالفعلا أنا تعبته كتير. يعني لأنه الكلام لو لاحظت هو زي السيناريو. يعني أول 4 أشطر هم عم يحكوا بشيء معين، واللي بعده بشيء آخر، فأنت لازم تصور هذا الكلام باللحن. لذلك قالوا عند والانتقال من اللحن ده للحن، يعني الانتقال. نعم. من الجزء ده. نعم. للجزء ده، من الجملة دي للجملة. نعم. دي. لذلك قالوا نعمل أنغام شديد العزوبة في الحقيقة. نعمل أنغام عندما تكون معبرة للأفهام. نعمل أنغام عندما تكون معبرة للأفهام. أنت بتترجم معنى الكلام باللحن. لذلك قالوا على الشيخ إسماعيل، مصطفى إسماعيل رحمه الله، أنه خير من صور القرآن بالأداء وباللحن. هي الميزة اللي كان هو عنده قدرة يصور لك المعنى للآية بالمقام والنغم اللي هو عم يقرأ فيه. بتحتاجوا ترتاحوا قد إيه ما بين الأغنية والأغنية لما بتبقوا في حفلة عامة؟ ما بنرتاح. ترتاحوش؟ لأنه سبحان الله الأرواح منطلقة. يعني أنت مجرد ما ارتحت رجعت، يعني أنت بردت واللي عم يسمعك برد، فمفروض أنت تم شادد المستمع ومعيشه بالحالة اللي هو فيها صراحة. قد ايه اختلف اختياراتكم للاغاني وللمقطوعات اللي بتختاروها لما كنتم في سوريا عما كنتم في القاهره؟ اختلف ولا لا؟ والله اختلف. يعني قديما قالوا لله خواص في الازمنه والامكنه والاشخاص. طبعا كل زمان له يعني خلينا نقول لون معين، وكل مكان كمان له لون معين يطرب فيه. يعني اهل سوريا يطربوا بالعبارة أكثر ما يكونوا يطربوا بالإشارة. يعني بيسمعوا الكلام بيركزوا فيه أكثر من اللحن. بمصر اللحن ممكن يشده لأنه يسمع الكلام. اللحن هو اللي يوصل لي الكلام، بيشده للكلام. هنا هذا اللي كان الفرق. يعني لذا نحن أول فترة أخذت معنا بصراحة وقت أنه نعرف نولف، يعني مثل التوليف. المزاج نعرف قدر التردد المزاج. والحمد لله إحنا اللي الله كرمنا فيه أنه إحنا قبل قدوم للمصر كان في أرضية. طيب. يعني المصريين الحمد لله عارفين أبو شعر من أيام سوريا. طبعا. وكان لنا زيارات متقطعة على مصر يعني، فكانت طيب. الناس عندها خلفية عن إنشاد أبو شعر. بس اخترع. بعد كده بقى ابتديت تولف. أي نعم. صح؟ بدأنا نولف. أي نعم. طيب